في الفيديو هذا أنا هتكلم عن أهمية دور المرأة وإيش هي المعايير في الاختيار الأقرب للصحة، لأنه في النهاية هذه مهما حاول الواحد يجتهد هو في النهاية نصيب، ولكن في بعض المعايير إذا حطت في الاعتبار يكون الاختيار أقرب للصواب. أول شيء دور المرأة يعني هو أعظم دور موجود في حياة أي شخص، وهو دور يبدأ من الأم وينتهي في الزوجة. تمام، الأم ينتهي دورها بعد ما الإنسان نشأ خلص، يعني كبر، درس، اتخرج، دور الأم بتاعها. دور الزوجة يبدأ من لحظة الشخص إنه يرتبط إلى النجاح على الصعيد الشخصي والاجتماعي. تمام، فالنجاح هذا إيش صورته؟ يعني هل صورته مادية؟ إنه الشخص مثلا نجح ماديا؟ مش شرط، لأنه في ناس ناجحين ماديا لكن مش مرتاحين اجتماعيا، والعكس صحيح. تمام، ولكن النجاح هو الوصول لمرحلة الاستقرار. الرجل هو رمز العطاء بلا مقابل، والمرأة هي رمز الرعاية بلا مقابل. وهفصل هذه الحاجتين، ولكن أنا هبدأ أهم المعايير الأساسية في اختيار الزوج والزوجة. المعايير الأساسية في اختيار الزوج والزوجة هي الخلق، الرعاية، والاحترام. ما في طريق مختصر، تمام، أو ما في مثلا تريك أو هذا، يا تستطيع يا لا تستطيع. أول قيمة موجودة هي القيمة الأخلاقية، والسبب لأنه المبادئ لا تتجزأ، يعني اللي كان صادق هيكون صادق، اللي بيمثل هيكون يمثل، اللي بيكذب هيكون يكذب. فهمت علي؟ الأخلاق هي يعني شيء يدخل في العالم. تمام، ومعنى هذا الكلام إيش؟ معنى هذا الكلام اللي صادق في الكويس هيكون صادق كمان في المرفوض. لازم أنت أو أنتي تتحمل اللذع حق الحقيقة. تمام، الحقيقة مرة. تمام، فإذا أنت تبقى صادق لازم كمان تتحمل إنه هو حيكون معك صادق وما حيكون إيجابي. إذا تبقى كذاب هيكون معاك في الأشياء اللي أنت ما تبغى تسمعها، يسمعك الكلام اللي أنت تبغاه. تمام، ولكن ما حتوصل لعلاقة سليمة. تمام، فالصادق صادق في كل الأحوال، الكذاب كذاب في كل الأحوال، الأمين أمين في كل الأحوال، معاك وضدك. تمام، هي كده. فهذا أول معيار اللي هو المعيار الأخلاقي. طيب، المعيار الثاني هو معيار الانسجام الفكري، لأنه هذه شراكة وطويلة الأمد، يعني مش شهر أو اثنين أو سنة أو سنتين. طالما هي طويلة الأمد معناتها هي رحلة لابد يكون فيها شراكة فكرية وعملية. تمام، والشراكة هذه ممكن تكون بالفعل، المشاركة الفعلية، أو بالاهتمام. الاهتمام يعني مثالها زي مشجع الكورة في الرياضة، يكون مهتم في التفاصيل، مهتم يعرف ليش نجحت ما نجحت، مهتم إن هو يكون له دور،
مهتم إن هو يحضر كل المباريات ويتابع الأخبار ويشجع الفريق. ففي نفس الوقت، في نفس الطريقة، الشريك لابد يكون مهتم في مجال نشاط الشريك الآخر، بالذات لما تكون من الزوجة للزوج. تمام، لابد أن يكون الانسجام بالطريقة هذه. لابد الزوجة تكون هي المشجع الأول والأهم في حياة الزوج، عشان هو يستطيع أن هو ينجح. هي المشجع، وهي لما تكون بالطريقة هذه، هذا هيكون معدي للأبناء، إن هم الرجل في هذه الأسرة بيشعر بالتقدير، بيشعر إنه الشيء اللي بيسويه مقدر، ويشعر إنه في مشجعين له داخل الأسرة. تمام، وفي النهاية هو كل ما يقوم به هو عائد أصلا للأسرة. هو لما ينجح ينجح للأسرة، لما يتعب يتعب الأسرة. الزوج في النهاية كل نجاحاته هي تنعكس على الزوجة والأب. طيب، المعيار الثالث اللي هو مبني على المعيار الثاني، احنا قلنا انه والله في شغف واهتمام ومتابعة. المعيار الثالث هو الرعاية. تمام، انا بعرف انه زوجي لاعب كورة. تمام، فعشان ينجح محتاج 1 2 3، لازم أنا أهتم لما يطلع في اللقاء، لازم أنا أهتم إنه هو يطلع بالشكل الممتاز. يعني أنا بعكس الجمهور المتابع له، أنا عندي إضافات وعندي مساهمات في تحسين أدائه وظهوره في المجتمع، على صعيد الأسرة والمجتمع وعلى كل الأصعدة. لأني أنا ملكة البيت، أنا البيت هذا أنا الملكة فيه، أنا الدعامة الأساسية اللي موجودة في البيت. تمام، وهذا هو الدور الحقيقي للزوجة. الزوجة مش شيء مؤقت، هو شيء مستدام ودائم. تمام، فهي دورها هي الدعامة، دعامة البيت، اللي بيأسس الأسرة، وهي دورها جوهري في استقرار ورخاء وراحة الأسرة الموجودة. فهي ترعى الزوج وترعى الأبناء. هذا هو يعني الدور الرئيسي. تمام، فلما نرجع نعيد ال3 نقاط مرة ثانية: الجانب الأخلاقي هو أهم جانب، يليه اللي هو يكون مبني عليه جانب الاهتمام أو المشاركة باهتمام، زي مشجع اللعبة الرياضية. يعني مشجع اللعبة الرياضية حتى لو خسرت لو مثلا الفريق ما ربح المباراة، فهو يا حيتعصب عشان ما ربحوا، أو إنه حيبكي. ليش؟ لأنه في شعور الإحساس هذا، إحساس الانتماء. لكن أنا لو سألتني الحين، أنا شخص ما تابع كورة. لو فريق مثلا اليوم في نهائي في كأس العالم وما ربح، أنا ما أحس بأي فرق، لأنه مش مهتم. طيب، المعيار الأخير والجامع والأساسي لكل ما سبق، وهو معيار الارتياح. قد يكون العطاء موجود، قد تكون الرعاية موجودة، ولكن الارتياح لا يكون موجود. السبب هو عدم وجود الاهتمام المشترك.
فالاهتمام معناه انه لما يكون الزوج لاعب كورة، الزوجة تكون مشجعة الكورة، موجودة في نفس الفكر والمجال، لأن هذا بيعكس الشعور بتقدير الذات لكلا الطرفين. عدم وجود الاهتمام المشترك معناته عدم وجود التقدير، معناته العطاء غير ملموس، وهذا يشعر بالإحباط. تمام؟ لذلك الارتياح معناها انسجام العطاء مع الرعاية. تمام؟ قد يكون الظاهر في العلاقة إهمال، ولكن طالما الأطراف مرتاحين، الأبناء مرتاحين، فهذه علاقة سليمة، وإن كانت في نظر الشخص إنها علاقة سيئة، لأن الذي يحكم العلاقة هو أبنائها، هو الزوج والزوجة والأبناء. هل هم مرتاحين؟ إذا كان مرتاحين وفي وضع سيء، هذا ممتاز بالنسبة لهم، أهم شيء بالنسبة لهم مش لك. إذا كان العكس، قد يكون في الظاهر أن هم يعيشون حياة بذخ ومرتاحين، وتعريف الراحة هو المال والجاه، لكن الارتياح الداخلي غير موجود، فهذا ليس له معنى. طيب نيجي لنقطة أن الرجل هو عطاء بلا مقابل. الرجل في محصلة كل ما يعمل ويجتهد في الدنيا ويسهر ويعمل ويكون في طلب العيش والحياة الكريمة، لمن؟ للأسرة، للزوج، للأبناء، لإعطائهم حياة كريمة، لتعليم أبنائه، لرعايتهم، لأنه يراهم في مكان مناسب، في مكان ممتاز، يشعرون بالراحة. لما هم يشعرون بالراحة والأمان، هو يشعر بالراحة والأمان، ولكن هم مكتسبين لهذا الشيء، ولكن هو معطاء بلا مقابل. الزوجة في المقابل هي مصدر الرعاية والحاضنة الأساسية في حياة كل فرد، سواء كان رجل أو امرأة، فهي الحاضنة الحقيقية للاستقرار. والرعاية التي تقدمها المرأة والزوجة بالأخص هي رعاية بلا مقابل. ولماذا تقوم بالرعاية بلا مقابل؟ لتعزيز كيانها ووجودها كمرأة فاعلة في المجتمع وفاعلة في الأسرة، فتقييمها هو بالنتائج، لأنه الزوج الأبناء رعاية الزوجة سيظهر عليه مع الوقت، سيكون ظاهر عليه كنتائج. فلذلك الزوجة هي دعامة الاستقرار للأسرة، ومعنى ذلك أن الزوجة هي ليست فقط أنثى، ولكن هي أنثى تمتلك المهارات اللازمة لكي تكون مؤهلة أنها تكون زوجة ترعى الزوج والأبناء.